البعض يقول ان حماس قد ضيعت فرصة قبول التهدئة مبكرا، وان تأخرها وعملية كرم ابو سالم قد عقدت الامور وجعلت هي التي دفعت اسرائيل الى عملية رفح حتى لو كانت عملية محدودة. هل هذا دقيق؟ لا أظن ذلك، لأن حركة حماس عندما ذهب وفدها أو غادر وفدها القاهرة إلى الدوحة لم يقل لا للصفقة، بل قال المؤشرات كلها إيجابية وهم ذهبوا إلى التشاور وإعداد الرد. لكن إسرائيل كانت كما كعادتها وكعادة حكومة نتنياهو تبحث عن أي ذريعة. لو كان نتنياهو معنيا لربما انتظر الرد الذي قد يأتي من الدوحة. في قضية القصف الصاروخي، هو يحدث كل يوم تقريبا، المقاومة مستمرة في قطاع غزة، وربما هذه المرة كان نصيب هذه الضربة أن تؤدي إلى مقتل 4 جنود وإصابة آخرين. لكن يجب أن ننسى أن إسرائيل كل يوم تقتل العشرات من الفلسطينيين، وأظن في هذه المعادلة يكون ظلم للفلسطيني أن يبقى ساكنا ولا يفعل شيء. لا أحد يتحدث عن القتل الفلسطينيين، لكن عندما يقتل الإسرائيليون يصبح الفلسطيني هو الملوم في ذلك. هذا أيضا ظلم. ربما بالنسبة لإسرائيل تحاول استغلال ذلك كعادتها، هي تحاول استغلال أي عملية من أجل التباكي أولا والقيام برد فعل كالعادة. لكن أيضا لو كان نتنياهو معنيا بالإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة لربما فعل ذلك قبل عدة شهور، لكنه ضحى بعدد كبير منهم بوقف صفقة التبادل التي نفذت على 7 أيام، وذهب إلى التصعيد حتى اليوم، والآن يماطل بشكل كبير. كان يقيد صلاحيات الوفد المفاوض من رئيس الموساد والشباك وممثل الجيش في الطاقم التفاوضي، فعل كل ما يمكن فعله لعرقلة الصفقة. والآن عندما كانت المؤشرات كلها إيجابية ذهب باتجاه العملية العسكرية في رفح. شكرا مروان عفوا شكرا خلدون البرغوثي الباحث في الشأن الإسرائيلي من رام الله.